إنها بعد ما خرجت من الرعاية المركزة ونرجع تاني. حسيت بفرحة كبيرة إن أنا أوقف على رجلي وعيالي يشوفوني، يعني أنا واقفة زي أي أم كده قدامهم. محرومين مني 15 سنة، والواد الصغير حتى ما شافش مني حنية ولا شيلته ولا حتى مسكته على إيديا، بيتربى وسط الجيران وكده. فرحت يعني، بتفرحانة يعني إن أنا أقوم وأقف على رجلي لولادي تاني. أما جيت أقف على رجلي كده ورجلي لمست الأرض كده، حسيت بفرحة كبيرة إن أنا أقف على رجلي وعيالي يشوفوني ماشية يعني على رجلي زي أي أم كده، عيالها بيشوفوها ماشية على رجليها. وأشكر الناس كلها اللي مدت لي إيديها، ربنا يخليهم ويجازيهم كل خير ويبارك لهم في أولادهم. والأستاذة وفاء برضك عملت معايا يعني واجب يعني ما يتعملش مع حد أبدا، يعني طيبة بتنقل الناس من حال لحال، بتنقل الناس يعني من الظلمة للنور، بتفرح يعني الناس اللي شافت يعني في حياتها يعني عذاب بتخليها تفرح يعني، بتبقى في وشها فرحة وبتفرح يعني الناس وكده. ربنا يجازيها كل خير ويخلي لها أولادها. أنا بحمد ربنا في كل نفس مطلعه، بقول الحمد لله على اللي جابه وعلى اللي شاله مني وعلى اللي هيدهوني، والحمد لله رب العالمين، آخرة صبري خير الحمد لله. واللي طلعنا من الظلمة اللي نحن فيها للنور، ربنا هيوجهه يعني وجهه كله نور، وهيلاقي قدامه نور وفي آخرته نور. وربنا يجازي كل يا رب اللي وقف معايا، وجازي قبل وفاء برضه كل خير وقفت معايا وتعبت وجات شافت حالته وقعدت تعيط علي وتعيط على اولادي وما سابتنيش، وقفت معايا برضه عند العمليات برضه، وقعدوا معايا برضه لغايه ما خشيت العمليات وطلعت من العمليات واطمنوا عليا. فرحانه ان انا عملت العمليه وطلعت بخير لاولادي يعني، ووقفت على رجليا يعني، فرحانه قوي يعني، فرحانه ان انا قمت من العمليه يعني وكده وشفت عيالي تاني. يا ست سعاد تعافت كويس قوي من بعد العملية الحمد لله، وطبعا احتاجت انها تدخل الرعاية لفترة صغيرة تقريبا يوم ونص، وفي نفس الوقت في الوقت ده حتى ما خدتش فيه نقل دم يعني، كانت خدت بس وقت العملية. وحالتها كانت كويسة جدا، ما خرجت من الرعاية على طول على الأوضة بتاعتها هنا اهو، مشيت مع العلاج الطبيعي. دكتورة بسنت عملت معاها مجهود كويس قوي، وأنا كنت بستعجب إنها كانت بتمشي من 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 غير ألم. تمام، احنا بنحط إبرة في الظهر فدي بتخفف الألم لمدة يعني مثلا 3-4 أيام. بعد الإبرة دي طبعا ما اتشالت بتبدأ هي تحس بألام شوية. العملية كانت الحمد لله ناجحة كويسة قوي، وقدرنا إن احنا نتغلب على الصعاب اللي كانت موجودة كلها، سواء في عظمة الحوض أو في عظمة الفخذ، لأن ما كانش فيها عظم يعني، واضطرينا نحط دعامات صناعية. وفي نفس الوقت يعني عملنا مفصل لا اسمنتي في الحوض، ومفصل بعد دعامات، ومفصل اسمنتي في عظمة الساق طويل الجزء. وقدرنا ان احنا لا هو ده كله مفصل واحد يعني، دي كلها اجزاء المفصل. وفي نفس الوقت هي يعني قدرت انها تمشي وتحط وتدوس على رجلها، يعني احنا ماشي نمنعها انها تدوس على الرجل دي من اول يوم. المريض الطبيعي بيجيني مثلا بعد شهر ونص بيكون ماشي من غير عكاز ومن غير مشاية، بس الكلام ده مش هيحصل معاها لان حالتها صعبة. يعني انا اعتقد ان ممكن الافاقة بتاعتها هتاخد وقت، بس هي مش هتحتاج انها تمشي على مشاية، ممكن تبقى مثلا ماشي على عصاية مثلا بعد شهر ونص او حاجة، وبعد كده بالتدريج نقدر ان احنا نخليها تتخلص من العصاية دي وانها تقدر انها تمشي من غير عصاية. لكن على الاقل احنا بنأكد ان المشي ده هو الغرض الاساسي، وهو ده اللي احنا قدرنا نحققه بعد العملية، وهي مشيت من بعد ما خرجت من الرعاية مباشرة يعني. كنت متابعة مع الحاجة سعاد من اول ما جات المستشفى، هي كان عندها مشاكل في العضلات كلها تماما، ان هي العضلات خاملة تماما، مفيش اي حركة قادرة تعملها. الجزء العلوي المفروض يبقى قوي لان هي بتعتمد عليه كان تماما ضعيف جدا. اضطرينا ان احنا نعمل عدد مكثف جدا من الجلسات. في العيان الطبيعي بنعمل 3 جلسات في الاسبوع، حاجة سعاد كنا بنعمل معاها جلستين في اليوم عشان نقدر نعوض الضعف اللي هي فيه.
كثفنا العلاج الطبيعي والحمد لله قدرت ان هي تقدر تحرك عضلاتها، بس طبعا مش زي الاول. بعد العملية تابعنا العلاج الطبيعي، تابعنا التقوية للعضلات العلوية والسفلية والظهر كمان، والحمد لله قدرت ان هي تاني يوم العملية تقوم تمشي معايا وتتحرك. وقفت ومشيت لوحدها. هو انا في المشي ببقى بدوبك ماسكاها عامل امان، لكن انا مش سنداها، انا مش شايلاها، انا مش بعمل اي حاجه، انا بس ماسكاها عامل امان عشان هي عندها خوف من الوقوع عشان وقعت قبل كده. الحاله كانت صعبه جدا، انها تقعد 15 سنه فالعضلات شبه نايمه. بنعلمها المشي من اول وجديد كانه لسه طفل بيتعلم المشي لاول مره، فهي لحد دلوقتي مش قادره برضو ان هي تتحرك الحركه الطبيعيه. بس كل ده مع العلاج الطبيعي ومع المتابعه باذن الله هتتحسن. المشايه المفروض تفضل ماشيه بيها لمده 3 اسابيع تقريبا، وبعديها بتمشي بعكاز شويه شويه، وهتمشي من غير عكاز وتمشي من غير كل الحاجات دي، بس هي تتابع بس. وغير كده ان الحمد لله هي قادره تمشي لوحدها دلوقتي، بتقف لوحدها وتنام وبتقعد، حتى القعده بتقوم بتقعد لوحدها من غير مساعده اي حد فينا. ايه العمليه الحمد لله نجحت تماما. كان صعب جدا ان احنا نتخيل ان هي تمشي، بس الحمد لله يعني الوضع كان صعب، بس الحمد لله هي قدرت تمشي بعد مجهود كبير جدا. كلنا فرحان لله انه ما حدش فينا كان متخيل ان العمليه باذن الله يعني الحمد لله ان هي تنجح النجاح ده. ده نجاح مش بس هي تفرح بيه، نجاح لينا كلنا، ونجاح كلنا فرحانين بيه اكتر منها كمان يعني.